يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هل الكفر المقصود في الحديث الكفر المخرج من الملة؟ وما الفرق بين الكفر العملي والاعتقادي؟ أولا، الحديث من أحاديث الوعيد، يمر كما جاء، يمر كما جاء ولا نتدخل فيه بتأويل. أو ثانيا، نعم، من صدق الكاهن في ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب كفر، ومن صدق الكافر فهو كافر. نعم، إذا صدقه.